ومع تشيب شيبشي بيكم لمستشفى الجامعة ابن جزارة حالة الاعتداء اختيرة برشا والتعرض إلى جروح بالغة سورفيون تاع قسم الأطفال يتم الاعتداء عليه. أكثر التفاصيل حصري مش تستمعوا لهم بعد شوية سينو قايت لجندا سنتي. أجندا سنتي سيت اوفيسيال 10 سبتمبر 2022 باش يكون في احد النزل الخاصه بولايه تونس الجورني دي كروب دو ترافاي دو لا سوسيتي تونيزيان دو نيفرولوجي دياليز اي ترانسبلانتاسيون رينال. هذا رسميا باش يكون الموعد هذا وين باش تلقاو اكثر التفاصيل كي تدخلوا على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياه فيم وين تلقاو اكثر التفاصيل نيفرولوجي كلينيك راي مالادي ميتابوليك دياليز بتونال اوميوداليز هذا واكثر تفاصيل تلقاو على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة فام. نعاود نذكركم في الدات باش يكون نهار 17 سبتمبر 2022 من تنظيم لا سوسيتي تونيزيان دو نيفرولوجي دياليز اي ترانسبلانتاسيون رينال. كانت هذه اجندا سونتي بالنسبه لليوم. اهلا وسهلا بكم.